ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. وعملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا؟ عملنا المفتقه طريقه لطيفه، يا رب تنول اعجاب حضراتكم. وعملنا الطاجن، خلينا نبص عليه بصه كده. شغال تمام، بس سيبوه بقى ياخد لون وياخد حركات. احنا سوينا تقريبا كل حاجه مستويه ما عدا يعني سيكه كده للسان عصفور. تمام، لسه شويه، لسه نسيبه شويه. خلاص خليني بس اهدي هنا. ماشي اوكي كده. خلاص يلا بينا نبدا نعمل وصفه لطيفه جدا هنستفيد بيها بحاجتين، يا اما تتحشي فريك تبقى حلوه قوي، يا اما تتحشي رز بالخلطه، يا اما ممكن تبقى لسان عصفور وكبد بس تقطع صغير جدا، او خضار للناس اللي بتحب الخضروات تستخدمها في الحشوات. احنا هنعمل رولز كده الفراخ بس هحشيها شويه خضار، لطيفة وحلوة وبتنفع كتير في العزومات، ليها صوص كده بيتحط لها توبينج لطيف. عملت جزء منها بالرز اللي بالخلطة والقرفة وزي ما بنحشي الحمام كده، وسيبنا فيها جزء نعمله بالخضار مع حضراتكم. هي برضو وصفة بسيطة ولطيفة. تعالوا ننزل المقادير. عندي فراخ رول، عندي التتبيلة الأوراك، أنا هاخد الورك هيتفتح ونخلي العظمة منه، وهناخد معاه توم مفروم، وهاخد معاه روز ماري فريش، يفضل لو فريش، لو عندنا زعتر فريش يبقى رائع. عندي بشر ليمون، لو في ليمون اضاليا، مش عارفه محمد مش حاطه ليه بس ماشي. عندي بابريكا وعندي ملح وفلفل. هاخد كده ليمونه اضاليا معلش معايا جنبي. اوكي. وعندي للحشو هو بشر لي شويه بس انا هخليها عشان تشوفوها. عندي للحشو بقى كوسه، عندي جزر، عندي فلفل الوان، عندي كرفس، عندي بصل اخضر، عندي ثوم مفروم، دبس رمان معلقتين، عندي بهارات دجاج، روزماري وزعتر اكيد هحط مع ملح وفلفل، وعندي كوبايه مرق، وعندي خله سنان او اللي هي توسبيكس او الرباط بتاع الدباره، اللي يريح حضراتكم في الاستخدام استخدموه. شوفوا اشكال الخضروات مبهجه وجميله. هاخد كده الزعتر الفريش وهاخد تشويحه للخضار. الصوص التوبينج بقى اللي هحطه للفراخ دي وادخلها الفرن شويه لطيفه. عارفين زي ما بنعمل عروق الرومي، التتبيله دي تنفع لها جدا. خلاص ممكن تفردوها وتحشوها، وممكن تستخدموه كعرق بالتوابل دي مع بعض، يعني تتحط وتحطه وتحتيه بوكيه جرنيه من الخضروات دي، هيبقى رائع، هيطلع تحفه، وتتقدم كمان لوحدها كده كاسوتيه تتاخد بالمعلقه مع الصوص اللي هينزل من عروق الرومي. طيب عندي للصوص انا هحط توبينج كده معلقتين صلصه ومعلقه هريسه للي يحب الحار، اللي مش بيحب خلاص معلقه عسل، معلقه صويا صوص، رشه زعتر وروزماري، ورشه من زيت زيتون وملح وفلفل. اوكي طيب انا هاخد كده هنا من الزيت شويه صغيرين، وهاخد البصل مش هكتر منه قوي لانه في يعني ناس مش بتحبه قوي في الحشوات، بس هو طبعا بيبقى روعه. ويا سلام لو كان بصل مكرمل، يعني اخد وقت كده على النار وكرملناه بيبقى طعمه يجنن زي شوربه البصل كده. في ناس بتحشي ده بالفراخ بالبصل المكرمل بس. تشويحه كده بسيطه. بص البصل الاخضر انا بحب احطه كده عشان انا هرولها بيه، وحتى لو هي باينه مش مهم. اوكي اهو هناخد كده واحدتين جزر. للاسف سمعتك. بص الجزر ده يجنن على فكره، تقطعت الجزر دي للولاد وهم قاعدين بيذاكروا، لو عملت لهم طبق فيه خضروات كده ياكلوه قوي، يحبوه جدا. شويه من الفلفل الالوان اخضر واحمر، لو عندكم اصفر ماشي كده. وناخد كام كوسيايه حلوه جميله برضو. بصوا الجمال، تخيلوا بقى ده لو قاعده لفرخه لصدور فراخ هنعملها نحشي بيها. رشه من الملح والفلفل. اوبا معلقه صويا صوص بس، رشة زعتر ورشة روزماري، وهاخد شوية من الثوم تدي تيست كده. وتعالوا بس امسح اللي انا عملته جنبي ده كده، ويلا نقلب بقى تقليبة حلوة. طعم الخضار نفسه قلب على اسيوي خالص، يعني بقى ليه تيست كده مختلف. بصوا بقى هناخده بقى ايه، نص تتبيله حلوه كده في بوله
تنسوش ان هو هيستوي في الفرن، فانا مش هبقى قلقانه. هحط في البوله دي الخضار ده. يلا بينا يهدى كده ويبرد شويه وهنبدا نحشي. مره تانيه نبدا نحشي ونخلي مع بعض فرخه كده، ونخلي بقى الوراك بتاعتها. عموما هو الورك بيتخلي من عند الدبوس دايما، بنفتح بالطول كده ونبدا نتخلص من اول عظمه اللي هي بتبقى القويه، وبعدين بنخش في الجنب. سنه سنه. ليا فيديو على اليوتيوب لو حضراتكم حابين تشوفوه، مفيش مشكله خالص. هدي رشه كده ملح وفلفل للوراك بتاعت الدجاج بعد ما اتفتحت كده، وطبعا رشه زعتر فريش بتبقى روعه مع الفراخ. الروزماري والزعتر، الروزماري طعمه يجنن مع الفراخ دايما، مع الرومي دايما الروزماري رائع. طيب رشه من البهارات، الليمون ماشي، بشر الليمون ده بيدي تيست حلو قوي. وهاخد كده مسحه من الثوم خفيفه مش كتيره. خلاص انا مش محتاجه ان انا اعمل فيه حاجه، انا عايزه بقى الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها وحطينا لها كل الاضافات دي نحطها ونرولها. بسم الله. شايفين بصل اخضر بيدي طعم حلو مسكر جميل، والجزر. بصوا على فكره الحاجات دي يعني ممكن نجربها، الخضروات يمكن احنا ساعات، بس هي التوليفه بتاعتها. عارفين زي الخضار السوتيه لما يبقى فيه ناس مش بتحبه عشان هو بيبقى مسلوق وليه تيست كده ما بيضايقهم، وزي ما يتعمل بطريقه وتاكلوه في مكان وتحبوه. انا هقل يعني عايزاه بالعرض زي ما هو، مش هعمله بالعكس، وهقفلها كده. وممكن بقى ايه اجيب دي هنا بالتوسبيك او بالخيط، خلاص زي ما انتوا عايزين. انا كده كده هغير الجلافز ده عشان هو بقى بيزحلق. خلاص هعمل كده اوكي، وهقفلهم كده. خلاص خليني بس اغير الجلافز ده والبس واحد ماسك نفسه، وممكن بالخيط وممكن بالتوسبيك، الاسرع لحضراتكم. هجيب كده طاجن، ممكن اخد ده هنحط فيه دول تحته، شايفين ازاي كأرضية، عود كده من الزعتر او عودين، ورقتين لورا. طيب وتعالوا بقى ناخد التوسبيك دي. الميزة انه بقى ادي الفراخ، انا عاملة شوية بالرز اللي موجود عندكم، يعني انتوا مش مضطرين تعملوه زي، بس انا عايزة اقولكم ان طعم الخضار فيه حاجة تانية خالص. حاضر، عايزيني احركها واديها لكم فين يا ولاد؟ كده حاضر. بصوا حاضر، وهقفل من هنا. ما بعملش غير اتنين بس، كفاية جدا، انا مش محتاجة اكتر منهم. خلاص وهحطه كده، والتاني نفس القصة، مش بالضرورة يكون مقفول حلو. ودي فرخة صغنونة شوية، لو فرخة كبيرة هتلاقوها كست وتمام، يعني بقى اللحم بتاعها واصل للحرفين. خلاص اهو، وهقفل دي كده على الخضار تدي طعم. اوكي، الصوص بقى اللي هيتحط على الوش ده صوص لطيف جدا. بصوا الصوص ده بقوله صغننه اهي، هحط فيها نقطه صويا، معلقه واحده، نقطه عسل. دي بنعملها توبنج لعروق الرومي برضو او للديك الرومي. معلقه صغنونه صلصه، نقطه من الهريسه، رشه روزماري، رشه زعتر، نقطتين من زيت الزيتون، وهنمسح الوش مع رشة ملح وفلفل. بصوا رشة ملح ورشة، ما زودوش لان في صويا صوص، وانا بستخدم الصويا اللايت مش ال اهو. ونعمل كده توبنج ليها لطيف مع برش الليمون. بصوا بقى
هاخد كده وادخلها الفرن. بس هتطلع بقى رائعه، واخده لون حلو، خضار طعمه يجنن، وتسيبوها في الفرن من غير ما تغطوها ولا حاجه. هتاخد لها من 25 ل 35 دقيقه. ودي اتقطعت، بصوا بس شكلها في الطاجن قبل ما اوديها عشان تبقوا شفتوا شكلها اهي على الخضروات بتاعتها. اعملوا بقى اللي انتوا عاوزينه، الكميه اللي تريح حضراتكم خلاص، وان شاء الله تنول اعجابكم. هندخلها بقى الفرن وهنستسمح حضراتكم ونستعد للاستراحه علشان نستقبل الفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.